الأزهر كجامعة وكامبريدج كجامعة تأسسوا مع بعض في نفس الوقت. تأسس الأزهر وجامعة كامبريدج تقريبا في القرن الثاني عشر بنفس الوقت. شوفوا الأزهر وشوفوا كامبريدج، بس هذا الفرق. والأزهر أسسوه علماء الدين، وكامبريدج أسسوه علماء دين قوارني، وأسسوا كامبريدج كمان نفس الشيء. بس شوفوا التطور اللي حصل هون، شوفوا التطور اللي حصل هون. مهمة الأزهر اللي فيه مئات الدكاترة وآلاف الدكاترة أنه يقنع شعب مصر اللي عدد سكان الآن 100 مليون. وقت إجا الشافعي لمصر كان سنة، توفى الشافعي سنة 820 في مصر 250 هجري، كان سكان مصر بيطلعوا 2 مليون يا 3 يا 4. مهمة الأزهر يفهم شعب مصر أنه أنتم 100 مليون بس ما في تتجاوزوا الشافعي، ما بتقدروا، مشان يطلوا عادين عنده. نحن مشكلتنا شخصنا الدين، تشخص عنا، والتشخيص فكرة العقل المتخلف.